الشاعر الأستاذ أبو شيماء الحسن بوقسمي، قصيدة كانت بدافع قلبي الذي يعتصر دما على ما آلت إليه أوضاع من نستأمنهم على قضايا الشعوب ومظالمها ممثلين في أمين هيئة الأمم المتحدة بان كي مون. هذه القصيدة في حقيقتها بمناسبة المسيرة، هي مسيرة على غرار المسيرة الخضراء التي شارك فيها كل الشعب المغربي يوم الأحد 13 مارس 2016 بعاصمة مملكتنا الشريفة، من جنوب المغرب وشماله ومن غربه وشرقه ووسطه. جابت عاصمتنا منددة بانزلاقات بان كي مون الكلامية والحركية بشأن صحرائنا المغربية التي يحاول الارتزاق بها شرذمة من اللقطاء المسمين البوليساريو. هذه القصيدة موسومة بمتذائب، هي كالتالي: كيمون مكر خبثه متذائب، بتلاعب فأميننا مشؤوم، ومظنة بحياده موضوعي، مسؤولة أقواله وسنام، بصنيعه إسهامه في خيبة، تشويه سمعة هيئة فسقيم. لا عصبة لا هيئة سقطوا سدى، بأمين هيئتنا تبدد آم. نقد له لمسيرة إنصافها، قانوني من غابر منقوم، فمخالف ميثاقه بنذالة، ومصرح بهرائه مخموم. هو تاسع الأمناء خرفان زوى، لوصولي ولغادر من ضام، متطاول بتجاهل حقا مقدسه، مقدسه بتاريخ الشعوب سليم. هو جائر بتحيز لخصومنا، لمهمة خواننا فخدوم، بتغافل عن مظلمات المشتكي، ليبارك الظلم اعتدى مسموم. صحراؤنا قلب لنا وتنفس، من رامها خبلا على معدوم. بملوكنا بشعوبنا فسماحة ومرونة، لا ذلة معظوم. بجهادهم دحروا المعمر ذلة، بتحفز وبعدة فقيام. وطن أمان فضل رب حافظ، صدق تواصله شذا وزمام. كيمون خطته غدت بنهارها، مفضوحة من أول مصدوم، لأجندة ولصفقة فمنفذ، ومصالح الروغان لا مكتوم. فمحاصر ومخبأ وملخبط، بمخطط لإتاوة مرزوم. سفل أمينهم شموخ مغرب،
بترابه هو كامل موسوم، فبشعبه وبعاهل متآلف، حب بأسرتنا سرى مرسوم، من ذا الذي يقوى على تفريقنا عبثا يعاني دافعوه لئام، بمسيرة مليونة برباطنا وطن ينادي واشجه فهيام، ملك حكيم مبهر للعالمين، هموم شعب مخلصا فخدوم. والسلام عليكم ورحمة الله. الشاعر الدكتور الحسن بقسمي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.